مرحبا. مرحبا. قلت مر عليكي تشوف شو بدك تسوي بابن جيرانكي. فيك الخير، خلص انسى الموضوع، ما بدي اسوي شيء. لك شو انسى؟ ابي سيد لازم يتحاسب على عملته. خلص عامر انسى. لك شو انسى؟ يمنا من هذا الموضوع الاخر. والله طلعت مالك سهل يا لادية. لا والله مالك سهل. القصة بدها سلامات. ولك والله حلوة حلوة. عمور يسعد لي هالمساء. أهلا جواد. أهلا جواد العايد، مهندس مدني سنة أولى. أهلا وسهلا. أجود واحد بكل عائلتي، ولا أثبت لك هالشي عازمكم هلا على عرنيس درا. لا تحكي ولا كلمة، بعرف إنك موافقة. حبيبي لادية نضج منها ثلاث عرنيس درا. يلا أوان طير. لك شو حبيبي ما حبيبي، شو خدام عند الخلفوك أنا؟ أنت روح جي. روي حبيبي لادية روي، والله عم نمزح معك. قلنا لك غيرها لهالكلمة. خلص مثل ما بدك، بلا هالادية. درعة منيح، درعة درعة. ثواني وبكون المشوي عندك. ما أتقل دمه. كيفك موفق؟ أهلين عمور. شو الأخبار؟ عمور حباب بس تناني لحظة ورح أخلص. ميت من جوعي. العمى يا زلمة. يا هيك الحضارة يا أما بلد. شو الموضوع؟ تخيل إنه معدل دخل الفرد بفرنسا 10,000 دولار بالسنة. قديش يعني هودي؟ يعني تقريبا بيطلعوا شي 70,000 ليرة سوري بالسنة. ولو 70,000؟ اي والله تصور. بس بجوز عندي غلا. لا حبيبي لا غلا ولا بطيخ. بعدين هدول 10,000 دولار، يعني انت متخيل 10,000 دولار شو بيعملوا؟ سيدي الله يهنيني برزقي. تعرف انك ظريف؟ الله يخليك، بالله انا حبيتك اول ما شفتك. هلا عن جد كل اهل الضياع هيك طيبين مثلك؟ طيب شو شفت من طيبتي؟ امبارح تغسلت لي تيابي ما هيك؟ ولو هلق هاي طيبي، كنت ما اغسل تيابي، قمت غسلت لك تيابك بطريقتي، وين المشكلة؟ يسلم ايديك يا رب، بس عمورة الله يخليك، يعني ما في داعي تغسل لي تيابي. ولك عادي يا زلمي نحن اخوي. ان شاء الله واعز، بس يعني ما في داعي لهي القصة. ليك انا بكره بتكسلان وبتعوض، ها ما بتعرفني لسه؟ ايوه لا يهمك، بخدمك بعيوني. هذا انت؟ يا ريتني طالب مليونين ليرة. يا ميت اهلين وسهلين. اجا حسان تفضل. لك اسعار كيف تفوت من برا البيت حاول تعتدي عليها؟ ولك شو اعتدي ما اعتدي، طول بالك طول بالك. شرفوا شباب رجلونا نتفاهم. شرفوا. على شو بدنا نتفاهم؟ سألت عن حسان قال لي جوا تفضلي، فتت ما لقيت حدا، عصبت عليه وحاولت اطلع، اخذني من ايدي بدي ياخذني عودته النوم. ولك شو نوم ما نوم؟ اعوذ انا بدي. لا لا مستحيل، هاي البنت عم انا يا شباب الله وكيلكم، البنت اجت دقت الباب بدها حسان، قلت لها حسان مو هون، قلت لحالي بعمل معها دقمك دعوه وفوتها وشربها فنجان قهوه. الله وكيلكم يا شباب هذا اللي صار. طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم، طولوا بالكم. شو هاني انت وياه؟ لك مين انتوا؟ ايه مالك علاقة؟ لك شو مالي علاقة؟ انا كل العلاقة، انا صاحب البيت. صاحب بيتك نعم تسكن عندك زعران مرة ثانية. زعران؟ ايه مثل ما إيه. سمعت احترم حالك وعرف مع مين عم تحكي. ها لك شو الموضوع فهموني. الموضوع يا عمو فهد انه هدول الشابين جايبين معهم هاي البنت مشان يتبلوا علي. طالب انا انت وياه روحوا شكوا للشرطة، اما تضربوا حدا ببيتي ما بسمح لكم ابدا. طلعي برا. بسيطة نتواجه. شوف عمي هالحركات هي ببيتي ما بقبلها ابدا. ها معك مهله شهر واحد بدك تخلي البيت، روح لاقي لك بيت غير البيت. الله يلعن ابوك يا حسان، الله يلعن ابوك.
يا الله ولا فهمت من الشيء مع انه الدكتور كثير اسمعي وليك اي اخر مره بحكي معك بالذوق اترك ايدي طلعه لك اترك لا ايدها العمى بعينك بعدي ليك وانتي راح تطلعي معي اليوم مثل ما الله خلقك الساعة 5 بتكوني مزروعة قدام باب المدينة عزمك على كاسة عصير الله يطعمك انك ما تجي لانه بيكون وقت اخلص الحكي على الساعة 5 5 ماشي يا خسة وين عايشين لحنا؟ هذا مفكر بنات الناس لعبة خلاص أنا حاتصرف من هون ورايح أنت خليكي بغرفتك فهمتي؟ عيسى أنت شو ناوي تساوي؟ أنت ما دخلك بس رد علي خليكي بغرفتك لك هذا طلال واحد أزعر وأنت مالك قده لا يا ستي قده ونص بعدين شو مفكرة أنت إن البلد سايبة؟ هي البلد فيها قانون ونروح على الجامعة يلا وصلنا انه صارت الساعة 5 يبدو انه البنت اللي عم تستناها مطالعة انت صاحب الكافيتيريا اللي حاببتك فيروز انا صاحب الكافيتيريا اللي بده يمسح الارض فيك بيني وبينك الارض وسخة وبدها تنظيف خلاص انا جاي معك فيروز انت شو عم تحكي قالت لك جاي معي يعني ليه فيروز طلع غرفتك فورا عيسى أنا طالعة معك صحيح تذكرت يا ريت تعطيني عنوان الكافيتيريا تبعك مشان نفعك بكاستين عصير وينو بيك عمي؟ هلا عمي هلا عنده حدا؟ والله في حدا صدمة 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 أهلا أهلا طعمي أهلا وسهلا معلم تفضل طلال الله يوفقك أنا أجيت معك لأقصر الشر شو يعني لا توصل الشرف؟ طلال نحن من وقت كنا بالحارة وأنا ما بشوفك إلا أخ أخ وأخت وأم خلصيني من هذا اللعي الفاضي تبع المسلسلات اللي بتشوفيها اسمعي يا بنت الناس أمك جابتك لحتى أكون أنا زلمتك عم تفهمي؟ أنت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعتي بعدين هذا تبع الكافيتريات الخروع إذا بيهمك أمره خليه يتضبضب وإلا بيعرضي بعرض أختي باخد فيه تأبيدة طلال أنا مستحيل كون لإلك مو بإيدي أنت مستحيل تكوني لغيري كمان مو بإيدي طلال بوس إيدك أنا مالي حمل مشاكل وعيسى كمان ما رح يسكت أنت اللي عم تعملي مشاكل بعدين مرة تانية ما تهدديني إذا بتريدي أنا ما عم هددك بحدا أنا بس عم قلك شو ممكن يصير طيب قولي لي شو ناقصني حتى ما تحبيني لك يا طلال أنت كامل مكمل بس مو إلي بيني وبينك الزمن يا إلي يا مو لحدا تاني كملي قهوتك والمرات الجاية ما بتقومي لحتى أقوم أنا المرات الجاية؟ ولو شو مفكرة هي آخر مرة؟ طلال أنا ما عاد فيني شوفك بكرة ولا قلك مشان دراستك أختي خليها بعد بكرة بنفس الكافيتيريا هون وبنفس الموعد لبين ما أمن بيت يكون عشنا والموعد اللي ما بتجي عليه بتكوني فتحتي النار على حالك عم تفهمي